بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم اصدقائي متابعي القناة تو طيب نحاولو حضرتلكم دوفوار هاذيا دوفوار دو كونترول بالنسبة لفونكسيون لوجيك دو باس برشا من المتابعين طالبو يحبوا على كوريكسيون دو دوفوار دونك هاذيا الدوفوار اللي باش نصلحوه اخترتلكم الدوفوار هاذيا بالذات على خاطر فيه كل شيء تقريبا فيه لي لوجي جرام, لي تابلو تابل دي فيرتي فيه شيما كونتاكت وفيه كيفاش نطلعو من التابلو لي كيفاش نصورو اللوجيغرام جيغرا و الشيما كونتاكت كيفاش نطلعو ليكواسيون من الشيما كونتاكت و فيه الكرونوغرا دونك تقريبا هاذوما لي كرون تيم اللي نقراوهم في في درس الفونكسيون لوجيك دو باس دونك نبداو بال ليكزارسيس الاولاني كومبليتي سي لو لوجيغرام سويفون هذايا بالطبيعه اسمه لوجيغرام الرسم هذا اسمه لوجيغرام Donc, suivant les équations H1, H2, H3, H4, il y a 4 points. Donc, on y a 4 fonctions. principe que l'on a un point. Donc, on a une S1, on a de les entrées S1, S2, S3, S4. On a dit que S1, S2 est horizontal. On a dit S1, S2, S3, S4, et vertical. Ce qui est là, S1, S2, S3, ou S4. <applause> دونك فيرتيكال ولا هوريزونتال راهي ما هيش قضية دونك نتبع عن الاس ان وين موجودة ونمشي معاه دونك لهنا عندي اس ان <applause> <applause> في لونطري هذه فونكسيون نو هنا يلزمنا نعرفو باش نحطلكم راه هنا ريفيزيون شنو لازمك تعرف يلزمك تعرف الفونكسيون نو نكتبوها فونكسيون وي هذي وي نعملو تيت ريكتونجل هاكا وي نو

تخرج ا دونك براتيكمون ما نستعملوهاش في اللوجيغرام خاطر زايد ناخذ خيط ديريكت زايد باش نعملو ا تخرج ا ما تعملنا شي شيء في اللوجيغرام دونك نستعملو لو نو no. تبدا عندك ا ولا بي تحب تردها ا بار ولا بي بار دونك هنا استعملنا ا دونك باش تخرج ا بار ا بار هي عكس البي هي الكومبليمون دو ا ا بار هي الكومبليمون دو ا دونك نو هي تعمل برودوي دونك نعطيها ا بي تخرج ا اي بي ا فوا بي معناها فونكسيون او تعمل لا تجمع ا بي تخرج لنا ا بلس بي دونك هذوما اللي لازم نعرفهم باش نصور ان لوجيك دونك هذه وي تقريبا ما نستعملوهاش في اللوجيك نستعملو ثلاثه هذو نو no ا ترد ا بار اي اي ا بي يخرجوا ا فوا بي A B تخرج A plus B A هي variable بينير كما تفهمنا A اي e, B variable بينير معناها A اي e, B هي 0 يا 1 نجم تكون A 0 و B 0 تنجم تكون A 1 و B 0 تنجم يكون الزوز 1 آه. دونك ما تنجمش تعرف هذيك علاش نسميها A و B كما ال X في المات دونك خليها A و B B دونك هنا X S 1 فنكسيون نو هذي اللي هي هذي باش تخرج S 1 بار باش نكتب اللي هنا ومن بعد نشوف هاش تعطيني باهي هذي اس دو دونك هذي خيط في الاس 2 جاي من 2 دو دونك تعمل بلوس باش نعمل بلوس هنا باش نتذكر اللي تجمع تجمع هذا اللي جاي من هنا مع اللي جاي من هنا اس ان بار بلوس اس دو دونك اس بار بلوس اس دو دونك هذي تجمع تجمع اللي موجود هنا مع اللي موجود في الدوزيام دونك يخرج هنا باهي جاي خيط من هنا نتبع الخيط من جاي جاي من ان بار دونك هذا فيه اس ام بار تعرف اللي النو هذه النو نجم تعمل هنا باش تخرج اس ان بار هنا باش تخرج اس ام بار دونك ما يقلقش على خاطر لو ميم فيل دو كورون بالطبيعه اذا كانوا زيرو زيرو واذا كانوا ان ان دونك ما يتغير ما يغير, يغير شيء دونك نفس الخيط يخرج اس ام بار هذه جايه من اس 3 هذه باش تعمل الفونكسيون اي باش تضرب تضرب هذوما اللي جاي من هنا مع اللي جاي من هنا كيما تفهمنا اس ان بار فوا اس 3 اس ان بار فوا اس 3 باهي تجمع شنو هو تجمع هذة هذة. تجمع هذا مع هذا هذه فوا باهي هذا مع هذا يخرج من هنا المجموع نتاع دونك بلس اللي جاي من هنا شنو هو هذا اللي جاي من هنا اس 4 دونك هذا اس 4 هاش 3 تولي تولي هذا مع هذا S1 بار فوا uh, S3 بلس S4 دونك هذة H3 باهي الإشكالية وين؟ الإشكالية في ال 4 ال 4 باش تضرب هي مش إشكالية أما ردوا بالكم في الحكاية هذي باش تضرب هذا مع هذا هذا فيه صوم فيه جمع دونك ردوا بالنا يلزمنا أقواس هنا في الحالة هذي لازمنا نعملو دي بارونتيز اللي ما يعملش بارونتيز تولي غلطه دونك هو تنجم تعمل بارتو دي بارونتيز باش تبعد على المشاكل اما بويس كادو فوا دونك ما يقلقوش دونك هذه باش نجمعوها مع ما تقلقش اذا كان تعمل بارونتيز هنا وبارونتيز هنا بالنسبه للبقيه هذه فوا وفيها جمع دونك ردوا بينا اذا نعملو بارونتيز دونك هنا اش تولينا باش نكتبها لهنا اس 1 بار بلس اس 2 الاولانيه باش تضرب هذه اللي هي هذيك في هذه اللي هي هذا h3 اللي جاي من هنا هذه h3 دونك باش تضرب هذه في هذه شنو s1 بار s1 بار في s3 بلس s4 دونك so, هذه so, h4 دونك h4 هي s1 بار بلس s2 في بانتيز ديك باهي هذا الجكسيس لولدي L'exercice est fait. L'exercice est fait. fonction f est égal à a plus b bar fois c. A ou b bar et c. le plus il y ou le fois il y a e. Complétez la table de vérité. C'est ma table de vérité. Je fait un nombre à table de vérité. Déjà, délégué. Et où me l'entrée

دونك في السي زيرو ان وحنا ماشيين حتى نتوفى التابلو نبدا بالزيرو توفى في الان باهي في البي البي شنو باش نعمل في الحاله هذه دي. البي ديما اللي زونطري بنفس الطريقة زيرو ان زيرو ان وحنا ماشيين من بعد دو دو ان دونك نجي هنا نكتب دو زيرو دو ان وانا ماشي نعاود نبقى نعاود دو زيرو دو ان حتى نتوفى التابلو دو زيرو دو ان دو زيرو دوبل دوبل ان السي

قول قائل اذا كان هذه الا هذه الا وهذه البي وهذه السي شنو يمشي بدل ما يبدل حتى شيء تخليها كيك خاطر هذوما دي ما عندهم حتى علاقه علاش نعملو فيهم هذوما اه هنا بي هنا في الوسط ما يقلقش تبدلنا لا سامي ما يقلقش علاش نعملو فيها الحكايه هذه نعملوا فيها باش نحطوا الاحتمالات الكل شنو هما الاحتمالات عندي زيرو 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 كلهم في الزيرو نية في الاخر يبداو كلهم في ا من بعد مره الان لهنا مره في البي مره في البي والسي مرة في الـ A برك مرة في الـ A و الـ C نعم دونك الاحتمالات كلها منظمين يجون إذا كان تبدل أنت ما يتغير شيء الاحتمالات يتبدلوا بقياحهم أما ديما هما بيدهم نفس الاحتمالات دونك ما تقلقوش تبدا من هنا ثم شكون يحب يبدا من هنا 0 1 0 1 وحنا ماشيين 2 0 2 1 2 0 2 1 4 0 4 1 كيف كيف ما غير شيء اما بويسكو هو بدا لي هنا 0 1 0 1 دونك يلزمني نتبع اللي بدا لي به هو باش نعمل نفس الخدمه دونك هذوما ردوا بالنا منها على خاطر اللي يعمل لي زونطري غالطين باش يمشي له ليكزرسيس نتاع الكرونوغرام غلط دونك تسدوا مربوطه ببعضها بالطبيعه التابلو كل باش يطلع غلط اذا كان لي زونطري غالطين شنو هو غالطين معناها يجي يعمل 2 0 2 1 بعد يعمل 3 0 3 1 3 0 يبقى له هنا يدخل بعضه دونك لي زونطري باش يجيو غالطين بي نمشي توا للبي بار البي بار اش معناها بي بار بي بار معناها عكس البي اذا كان البي زيرو تولي بي بار 1 دونك هنا تولي ان, آن. هذه زيرو تولي ان زيرو تولي 1 ان, آن هذا يولي زيرو الان هذا يولي زيرو زيرو يولي ان دونك دو, زيرو دو آن وحنا ا آه بلس بار اش معناها ا بلس بار عندي الا آه موجود هذيك الا آه. وعندي الا آه فيها كات زيرو ان وعندي البي البي بار حسبتها ديجا دونك باش نجمع ا آه. مع البي بار

هنا ردوا بالكم هنا انا ساوش. اللي راهي ان 1, او ان 1, سي ان ديما نعاود على الحكايه راهي في الجبر لوجيك دونك في اللوجيك ان بلس ان سي ان اش معناها ان بلس ان هي ديجا نقراوها او ما نقراوهاش بلس دونك ان او ان حاجه اكسيوني او اكسيوني سي اكسيوني حاجه تخدم نجمو نفسروها حتى بالطريقة اخرى حاجة تخدم ونزيد نخدموها تبقى تخدم على خاطر ما عندكش يا زيرو يا يا نو اكسيوني يا اكسيوني دونك يا زيرو يا ما عندناش دو ما ثماش حاجة اسمها دو لا تروا لا فيرجول لا نيجاتيف لا حتى شيء عندنا يعني زيرو والآن ان واذا حاجة ما تعرفهاش فاريابل تخليها ا ولا بي ولا لينكوني تاعنا دونك نعاود نكملو دونك هنا وصلنا ان بلوس ان سيتيغال ان ان زيرو ان بلس زيرو سيتيغال ان 1 بلوس زيرو ستيقالا أ آه. هاذي أ بلوس بي بار باهي نمشي توا للإف الإف هاكو تيقال ستيقالا أ بلوس بي بار فوا سي دونك أ بلوس بي بار ديجا حسبتها نعاودش نحسبها والسي عندي دونك توا باش نبدلو باش نخدمو دونك باش نخدمو توا أ بلوس بي بار فوا سي دونك نبدلو باهي دونك باش نخدمو أ بلس ب بار فوا سي باش نضربوها فوا هذه الكولون هذه بكل هذه باش نضربوها في هذه بالوحدة بالوحدة دونك زيرو فوا أن زيرو فوا أن دونك زيرو أن فوا أن أن زيرو فوا زيرو زيرو أن فوا فوا أن فوا أن أن فوا أن أن فوا أن

دونك بالنسبة للشيما أ كونتاكت هنا دونك في الحالة هذي يعطيني ناقص السيركوي هذه البوزيتيف هذي نيجاتيف هذي الإف ولا ال إل لا لومب هذيك السورتي نتاعنا إف دونك هنا نكمل الخطوط باش نسكرو السيركوي باهي عندي أ بلوس بي بار دونك نذكرو اللي لي بلوس دونك يلزمنا نعملو رابيل خاص بالشيما أ كونتاكت لهنا كي تحب في الفونكسيون وي بالشيما أ كونتاكت نصورو أ نصوروها بوتون بوسوار سامحوني دونك أ باش نعملو لي كاتر كام تاعنا كي نحبو نصورو أ نعملو بوتون بوسوار عادي كي نحبو نصورو أ بار نعملو فونكسيون بوتون بوسوار فيرمي و روبو نحبو <hesitation> نصورو أ فوا بي دونك أ فوا بي أ اي بي نصورو أ هاكا و بي بجنبها نحب نصورو ا بلس بي نصوروهم باراليل دونك ا فوا بي سيري و, و ا بلس بي باراليل هذه ا وهذه بي هذيك لي دونك هذي ا فوا ب دونك هذوما احتمالات اللي باش نخدم بهم الوي وال نو وال اي و باهي انا توش عندي عندي ا بلس بي دونك ا بلس بي اش معناه ا بلس بي معناه ا باراليل ا بلس بي بار نقصت ا باراليل على البي بار دونك عندي ا آه. هذه ا صورتها فوق بالعاني باش نصور ال آه. Euh, البي بار ا آه. بي بار معناها بوتون فيرمي و لو هذه بي بار دونك هذه بي بار فوا سي دونك فوا سي اش معناها؟ معناها اون سيري مع سي، هاذيا سي، دونك اللي هنا تحصلت على ا بليس ب بار، هاذوما زوز، اش بيهم هاذوما بجنب اون سيري مع سي، على خاطر كيبدا تحب فوا معناها سيري. بلوس باراليل هذه بلوس باراليل فوا سيري دونك انا حاجتي هذه باراليل على هذه كلهم اون سيري مع سي هذيك هي نوتر فونكسيون اف اللي نحبو عليه دونك هذو ما ننساهمش في الشيما كونتاكت نصوروا هذو ا آه تصور بوتون بوسوار هنا ملاحظه بالنسبه للسمبول نتاع البوتون بوسوار بوتون بوسوار السمبول نتاع اون برينسيپ نعملوا بوينتي هكا ذا سمبول نورماليزي السيمبول الصحيح دونك احنا ويسك نزربوا شويه باش نختصروا معنا نربحو الوقت نصورو فيهم عادي نصورو فيهم كيما هك اما السيمبول الصحيح هو هذا جيست هذه ملاحظه دونك فونكسيونو كيف كيف نفس الشيء فونكسيونو ناقص هذه لي بوتون هكا وهذه نفس الشيء اما احنا نزربوا ذاك علاش بي نمشيو لل Exercice 3. Établir ليكواسيون دو سورتي S إتابلير إيه ليكواسيون دو لا سورتي إس، بيه، إش يحب هذايا توا، <hesitation> أبارتيغ دو لاتابل ديفيريتي، طلعلي الإس من التابل ديفيريتي، نلاحظو هنا مثلا اللي الإس متاعنا هي زيرو زيرو، كلها في الزيرو، كان هذا زوز أ آه أ آه. أ، دونك هنا عاوني ديجا كتبلي <hesitation> آه معناها حضرلي شنو باش نكتب، ينجم ما يعطيكش شنو عادة ما يعطوش هكاكا، ما جوست هنا عاونهم باش يعطيهم شنو يكتبو. دونك لهنا زاد كيف كيف عطاني 4 زيرو باش ما نجمش نبدا ب 4 زيرو من 4 1 من دونك باش نبداو منظمين الناس الكل كي العاده لي زونتري ا بي سي ولا اس 1 اس 2 اس 3 نجم يبدل لكم الحروف هذو ما راهو ما عندها حتى علاقه راه دونك مدامه فاريابل بينير نخدم بهم كي العاده دونك لي زونتري زيرو كي العاده 1 0 1 0 1 0 1 من بعد 2 0 2 1 2 0 2 1 من بعد 4 0 4 ا ديمو زيرو 404 ا دونك الخدمه ديما كيما تفاهمنا ذوما ما يتغيروش ديما نخدمو نفس الشيء زعما زيدين راهو جيس باش نفسر لكم راهي دوبل ماشي تعمل هاد الدوار تعمل خطوط هك دي ما عندهاش علاقه توا الطريقه اللي شفناها في ال في الفيديو اللي فات كيفاش نطلعو ليكواسيون ا بارتير دو تابلو دونك اللي هنا شنو باش نعمل باش نمشي للليني اللي فيها ال في السورتي دونك الليني اللي فيها الان في في هي هي هذه هو الان في السورتي هذا الان اللي نحكي هي الليني هي كيف كيف هي الان هي هي دونك الليني باش هي عليها هي بي. Donc, الليني نحكي عليها هي هي هذه. ابارتير من دو ليني هذوما شنو باش نعمل باش نضرب لي زونطري في بعضهم ديما ديما نفس الطريقه نمشي لوين ثم الان ونضرب لي زونطري في بعضهم سي فوا بي فوا ا كان جات عندي ا بي سي ولا سي بي ا المهم دونك نضربهم في بعضهم لي زونطري كيك سوا لي زونطري هنا نفس الشيء في الليني هذه سي فوا بي فوا ا باه من بعد نمشي للليني اللي فيها زيرو نعمل لها بار عندي زيرو في البي نجي للبي نعمل بار الا فيها ان خليها كيك السي هذه فيها آ خليها كيك دونك نكتب كان على الزيرو اللي فيها زيرو نعمل بار دونك نفس الشيء لهنا هنا آ هنا آ خليها مكيك زيرو لهنا في الا نجي لهذيا في الا نعمل بار دونك هذه الطريقه كيفاش نطلع ليكواسيون باه من بعد شنو باش نعمل في ليكواسيون في ليكواسيون لهنا باش نكتب هذه والا هذه باش نكتب هذه و الثانيه دونك سي فوا بي بار فوا ا اه أو سي فوا بي فوا ا اه بار اش معناه معناه الحل راهو هذا والا هذا او ما تعرفو بلس او هذوما سي اي بي بار اي ا اه أو سي اي بي اي ا اه بار دونك هذه بلس هذه من بعد نجمع اذا كان عندي اكثر من انا ما عنديش نخلي واحده برك اذا كان عندي ان بركه لهنا نكتب كان هذه اذا كان عندي ان بركه لهنا نكتب كان هذه دونك تفهمنا فيها هذه الحكايه في الفيديو نتاع لي تاب لي تاب دو فيليتي توا شنو المطلوب أه هنا بوي تراسي سون لوجيغرام باش نصور لوجيغرام هذه دونك لوجيغرام باش نعتمد على اللي شفناه بكريكا كيفاش نصور لوجيغرام هذوما لي فونكسيون كيفاش نصور باش نعمل لهم كادر كولور واحد اخر هذه ريفيزيون على خاطر هذا خاص باللوجيغرام دونك الى هنا نمشي توا لل ليكزرسيس نتاعنا ب دونك عندي سي فوا بي بار فوا ا دونك ناخذ السي باش نضربها في البي بار دونك البي يلزمني نبدلها فونكسيون نو مصغر في الواحد خاطر باش يزيني لي سباس هذه فيها السي هذه فيها السي اه, البي شنو نحكي بي بار ايوا بي بار هذه فيها بي بار ب هذوما باش نضربهم في الا هنا لي زونتري ما نستعملوش تروا اونتري اه... اه... فونكسيون ا زونتري خاطر هذيا ما نستعملوهاش نستعملو بالزوز دونك مثلا عندك سي فوا بي فوا ا مثلا دونك لهنا باش تحب تضربهم تحب تحصل على سي فوا بي فوا ما نعملوش هكا نضربو بالزوز نضرب سي مثلا في البي سي بي تحصل على سي فوا بي ومن بعد ناخذ لونتري ا نضربهم في المجموع هذه ا نضربهم في النتيجة هذه اللي تحصل تزي فو بي دونك نتحصل على سي فو بي فو أ معناها نعمل على دو زيتاب لي تاب لولاني نضرب زوز لولاني هذه ولا هذوما ومن بعد نضرب اللي بقا هذاك نضربو في الباقي. نتحصل على فرد فونكسيون دونك ما نستعملوش تروا زونتري اونتر بارونتيز راهي تروا زونتري موجودة راهي غير احنا في البروغرام تاعنا ديما نستعملو دو زونتري لي فونكسيون دو زونتري ب. دونك ضربنا سي فو بي بار هذه باش نضربوها سي فو بي بار المرة الأولى حصلنا على سي فوا بي بار تو هذه باش نضربها في الا دونك ناخذ خيط من الا دي من نعمل نقطه هنا بور دير أو عملت كونيكسيون من الخيط ا دونك باش نضربوهم كل هذا ضرب هذه في الا دونك هذه ا باش تحصلوا على سي فوا بي بار فوا فوا بي بار فوا ا ب هذه باش نحيها ملاحظه بالنسبه لل اللي نعمل فيها عملتها برشا مرات الملاحظه هذه راو ميكش مطالب باش تكتب ليكسبليكاسيون هذه راي زايده ليكسبليكاسيون ها سي وبي بار تصور الرسم هاو في اللوجيك في شيما كونتاكت اوبليجي باش تكتب شيما كونتاكت هذه في شيما كونتاكت اللي هنا راك اوبليجي باش تكتب. تكتبهم راهم غلط خاطر كيفاش نعرف انا تقصد هذه البي وانا الا بينما هنا واضح اللي هذه هنا واضح اللي انت تقصد هذه الا هذه في الـ نحكي في اللوجيك راه اللي انت تقصد هذه الا وهذه البي هذه الا وهذه البي وهذه السي شي ما كونتاكت لي دونك ردوا بان هذه نحينا الخط باه تحصلنا على سي فو بي بار فو ا دونك هذه هي ليكسبليكاسيون كما تفهمنا زيد باه نمشيو توا للثانيه توا بلس هنا رد بالك تزيد بلس الاولويه للضرب نحبوا نعملوا فونكسيون هذه بلس هذه رد بالك تعمل هذه بلس سي رد تحضروا الاولويه للضرب كيما في المات دونك نحضروا هذه ومن بعد هذه وفي الاخر نجمعه الجمع في الاخر دونك هذه نخليها ابار نحضر الثانيه سي فوا بي فوا ابار دونك سي فوا بي دونك هذه فيها السي وهذه فيها البي باش نضربهم في بعضهم حصلت على سي فوا بي باش نضربهم في الابار دونك ناخذ خيط من الا بالفونكسيون نو تحصلوا على الابار باش نضرب سي و بي في هذه نضربهم في بعضهم نحطها فرد نيفو باش تبدا واضحه دونك هذه سي و بي فو آبار، دونك سي فو بي فو آبار. دونك تحصلت على هذه توا في الاخر باش نجمع الجمع في الاخر دونك هذه نحيها فسرنا بها الحكايه نتاعنا توا باش نجمع دونك باش نجمع نستعمل الفونكسيون او باهي هنا تحب تقربهم هذوما هكا والا تعمل وحده او كبيره كيف كيف راهم يبدل شيء كلام ذا باش ما نكثروش من, من الخطوط نبعد عليه عليها هنا الحكايه هذيك ادم نطولهم شويه هكا ونعملو فونكسيون او كبيره هكا هي هي الحكايه راهم يتبدل شيء دونك نتحصلو على فونكسيون اس اللي هي المجموع نتاع هذه نتاع هذه بلس هذه دونك ب اذا فيما يخص اللوجيغرام توا نمشيو لش اه 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 هذه بريميرمون دوزيامون نمشيو نمشي تراسي لو لوجيغرام لو كرونوغرام اذا اسمه كرونوغرام كرونوغرام شنو باش نصورو التابلو دونك باش نصور التابلو هذه باش نصورها في اللوجيغرام في الكرونوغرام هذه كرونوغرام باه هناش عندي عندي اعطاني هو صور لي وال والبي والا والاس دونك سي السي ويني سي 4 0 دونك نجي لهنا نعمل كاتر 0 كاتر 0 1 2 3 4 ونطلع كاتر 1 1 2 3 4 نذكركم هذا 0 زيرو 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 نذكركم لي هذا 0 وهذا 1 هذه لوطاني زيرو لوريجين وهذيك ان كيف كيف هذه زيرو كلهم لوطانية زيرو والفوق ان دونك كاتر زيرو كاتر ان به هنا التابلو ما يقفش الكرونوغرام ما يقفش وين يقف التابلو نكملوه دونك نكملو الكرونوغرام دونك حتى كي ما تكملش اون برانسيب راهي مش غالطة اما دو بريفيرونس يلزمنا نكملو الكرونوغرام دونك كاتر زيرو كاتر ان نمشيو نكملو نعود التابلو من جديد شنو هو بعد 4 0 نعاودو من جديد 4 0 4, 4, -0 -4 ايغف غادي دونك غادي البي البي 2 0 2 2 2 1 2 ونطلعو 2 ونطلعو 2 نبقى نعاود نبقى نعاود الحكايه 2 0 ونحن آه. نذهب بيه الآ الآ هي حسب التابلو ها هي الآ نسطر فسخة الآ مش مشكلة هي 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 نبقى نعود فيها لينيو في الخط آه. 0 1 ونحن نذهب به الاس تو اس ال هذه صورتي اس هذه السورتي اس اللي باش نصورها باقي نصور في التابلو انا تو ما شيء من جديد دونك شفاها فيها فيها واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة سانك زيرو دو زيرو واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ذوما سانك زيرو من بعد نطلع 2 واحد اثنين من بعد نهبط زيرو نهبط زيرو دونك نهبط زيرو من بعد شنو برسيب تقفل هنا لكن الخط مازال متواصل يمكن نعاود من جديد هناش عندي 5 0 كمل 5 زيرو واحد اثنين ثلاثة إذا كان جا عندي متواصل نعم ثلاثة أربعة خمسة ومن بعد نطلع دوزان أما ثم الخط دونك هنا هذه نوتر كرونوغرام دونك هذه كملناها باهي نمشيو للاخر اكزرسيس هو الشيما اكونتاكت دونك شيما الكتريك اكونتاكت كونتاكت التلامذة مستانسين الشيما الكتريك يخدموهم بالعرض هنا بدلهم لاحظت في الكلاس كي تبدل لهم الواحد التلامذة يدخلوا بعض هذا هي الشيما اللي حكيت عليها السيمبول نورماليزي دونك هنا راه ما بيغير حتى شي راه ديجا هي اصح هي فيرتيكال مون لي بوتون لي كونتاكت نصورهم فيرتيكال في الكتريك ما يغير حتى شي دونك تنجم تدور الورقة باش تشوفها مقابلة كيما بستانس تنجم تخدم هكا ولا تستانس تخدم هكا دونك نذكر نرجع للرابي اللي عملناه بكريكا أ آه بوطون عادي الأبار بوطون فيرمي تعمل فوا معناها سيري أ إي بي هذا أ وهذا بي باراليل راي بلوس دونك فوا سيري باراليل بلوس مسكرة بار و أ عادي باهي نمشي لهنا باش نطبقها دونك هنا شنو نعمل ننصحكم هنا تصور ديريكت على الشمال حتى بقلم رصاص تجي وين ثمه باراليل تعمل بلس هذه باراليل دي باراليل على السي نجي نعمل بلس هذو مزوز اش بيهم على الا نجي نعمل بلس ب شنو نلاحظ اللي بسيريته شنو اللي عندي سيري هنا ما عنديش سيري عندي هذيا البي بار اون سيري مع شكون البي بار راهي ميهي سيري مع السير البي بار هنا سيري مع السي والدي دونك هذيا نقطة باش نعمل هنا ونعمل بارونتيز معناها راهي هذه سيري مش على سي بركة هذو مزوز باراليل دونك سيري على زوز خاطر إذا كان ثم كورون هنا باش تقسم على زوز دونك سيري على زوز دونك ليكواسيون واضحة تو نتصورها عندي أ أ بلوس بار سي فوا سي بلوس دي مرد بالي من الأقواس دونك نكتب ليكواسيون أ بلوس ب بار ب بار فوا معناها سيري على حاجتين اللي هي سي بلس دي دونك ا آه باراليل على الكل ب بار يقول قائل علاش ما نعملوش هنا بارونتيز هاك الا ا بي نعملو هاك كيف كيف عادي نجم تعمل بارونتيز وتنجم لا دونك خاطر ا آه بلس هذه فوا دونك ما تقلقش تحب تعمل كروشي هنا ما نكثروش بارانتيز نعمل كروشي هكا باش تبدا متهني باللي انت زايده في الحاله هذه زايده ما ساعات تبدا اوبليجي كي تبدا فيها بلس باراليل دونك اوبليجي دونك هكا اصح دونك ا راهي باراليل على شكون على البي بار اللي هي سيري بجنب السي والدي سي باراليل على الدي دونك هذه لي كواسيون ريتو ليكزرسيس هذه جوست باش تكتب هذه عندك دو 2.5 اما باش تكتب هذه باش تكتب هذي تبدا فاهم ديجا الباراليل والسيري دونك كيما تلاحظوا هذا ليكزرسيس كامله تو دونك اللي عنده ح... لاكون في حاجه معينه ثم للفيديو فيديو كل واحدة ليكسبليكاسيون نتاعها شيما كونتاكت الكرونوغرام عملنا دي فيديو على التابل كيفاش تطلع ليكواسيون دونك هذا الكوريكسيون هذو الباز نتاع الكوريكسيون لازمك تبدا تفهمهم تحفظهم هذوما ديجا وتنجم تخدم به باهي مازال بارسي نتاع لي زيكتيفيتي دوك رياليزاسيون دي فونكسيون ان شاء الله تنحضروا دوفوار على لي رياليزاسيون دي دي سيركوي لوجيك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته